السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى لو سمحت عندي 3 أسئلة بعد إذنك. اتفضلي يا أختي. بخصوص زكاة المال، لو أب عنده 6 أولاد زوج منهم 5 وفاضل بنت واحدة وقال ماديا مش قادر إن أنا هو يجهزها، فهل أخوها ممكن يطلع من زكاة ماله إن هو يجهزها، مع العلم إن الأب عنده عربية وقطعة أرض بس مش بتجيب دخل؟ لا أستطيع أن أقول ذلك للأخ، لا أستطيع أن أقول له أعطي والدك مالا من زكاة المال ليجهز والد أخته. هو هيجهز أخته من إخواته. أيوة لا يجوز هذا، سموه على قيد الحياة. طيب لو عنده أخ ظروفه ماديا صعبة ويعني مش بيشتغل وعنده ابنه برضو، يعني أخوه عنده ابنه يعني في بيت مستقلة طبعا الأب. نعم في بيت مستقلة عن الأب. يعني الأخ يجوز ان هو يساعده من زكاة المال. اي نعم.